السلام الله عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي لتصوير المشاريع والتجوال والسفر بمدن المغرب. اليوم كنتواجدوا أمام ساحة باب الحد، وبالضبط بشارع بنت عمرت، لأنقل لكم آخر مستجدات ساحة باب الحد. كما تعرفوا التركيب آخر المستجدات وهي تركيب لوحات إلكترونية في الساحة ديال باب الحد اللي كتشاهدوها الآن، وثم سألقي نظرة على نفق باب الحد. نخليكم هذا الفيديو تكتشفوه الجميع، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بجيم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجديد الفيديوهات. شكرا لكم جميعا وتحياتي لكم.